مناسبة اليوم العالمي للشعر كانت فرصة لاتحاد الكتاب بولاية سكيكدة للاحتفاء بالشعراء الجزائريين الذين ضمتهم الطبعة الثالثة من معجم البابطين العرب. أطلق اسم احتفائية الجزائر والإبداع والتألق، هذه الاحتفائية التي تريد من خلالها تكريم الأسماء الواردة في معجم بابطين العرب الذين خلدوا أسماءهم وتركوا بصمتهم في هذا المعجم بابطين العرب. يتعلق الأمر بشعراء الشرق، الشاعر علي بوزوالغ، الشاعر مسعود حديبي، الشاعر محمد قاري، الشاعر خالدية جبابرية، كذلك الشاعر ياسين فريد من مدينة جيجل. على الرغم من التنوع الشعري والفكر الذي ينمو في الأوساط الأدبية، يبقى التمثيل الجزائري في المعجم العربي ضئيلا بسبب التقصير من قبل القائمين على حد تعبير الدكتور يوسف وغليسي. أعتقد أن هذا الكم المضاف أيضا لا يعكس ما هو موجود في بيت الشعر الجزائري. التقصير ربما في المرة الأولى كان هناك تقصير إعلامي أيضا، لأن الناس لم يكونوا على دراية بحكاية هذا المعجم. إذن هناك تقصير، ربما الشاعر الجزائري يفتقر إلى ثقافة الماركتينج، لا يعرف كيف يسوق نفسه تسويقا جيدا. طبعا هذا الأمر ينضاف إلى تقصير المندوبين الذين عينتهم مؤسسة البابطين كي يتولوا إدارة المؤسسة هنا في الجزائر. أن يدرج اسم شاعر في معجم البابطين فذلك يعني الخلود الأدبي للشاعر وشعره بحسب الشاعر علي بوزوالغ من ولاية سكيكدة. دخول اسم من الأسماء الشعرية إلى معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين نوعا من الاستمرار ومن الخلود، لأنه الشاعر في حقيقته والقصيدة في حقيقتها تبحث عن هذا الخلود. تبقى مبادرة اتحاد الكتاب لفرع ولاية سكيكدة سنة حميدة يجب المحافظة عليها لتشجيع أسماء شعرية أخرى على التميز والتألق.